ابو احمد، هلا نحن درنا كثير من البيوت البلاستيكيه من المناطق، ولكن يعني اليوم التصوير هو مميز. نعم. قبل ما نحكي عن الورد ونحكي عن الانواع وتجهيز باقات الورد الرائعه والجميله واللي راح تكون، خليني اقول كثير من الناس راح تتابعها، لانه نحن بنحكي دائما يكون عنا تصوير شيء انتاجي كان بالنسبه للاشجار او للمحاصيل. نعم. قديش صار لك بهي المهنه؟ والله صار لي تقريبا حوالي 20 سنه انا، يعني 20 سنه نعم بمهنه الورد. قديما يعني كنت في زبداني في الشام. ايوه. ايه، ونقلت مشروعي على ادلب لهون على المنطقه على المحرر، وتابعت مشروعي. يعني قد ايش صار لك بادلب؟ صار لي تقريبا حوالي 12 سنه. ما شاء الله قديم. ايه قديم. نعم، جربنا يعني اول بيتين هون. أيوة. كونه كتجربه نحن مشان نشوف. نعم. النجاح، والحمد لله رب العالمين لقيت نجاح يعني، ولقيت رواج يعني ممتاز، وسوق يعني محلي مطلوب الوقت. ما شاء الله. هلا يعني شايفين الانواع كثيره عندك، هلا نحن عم نصور حاليا، وهذا البيت هو الاساس او الاكثر له هو للجوري. نعم. ولكن اللي شايفينه هنا على الاطراف بالنسبه لك، هلا بقيه اللي هو الاصناف الاساسيه هي في الورود هي الجوري. أه. والقرنفل. ما تبقى الاصناف الثانيه هي نوع من نوع الاستاتيس هذا اللي موجود على الاطراف، هذا من الاكسسوارات، هي مكملات للورد الجوري ولاي باقه مثلا بدها تتجهز يعني. تماما. في الورود. طيب هلا نحن هون عم نقول مثلا على الزراعه، خلينا نقول البذار اللي لك اللي هون اللي جايبها للبيت من وين؟ نحن جبناها من برا من هولندا. يعني جبتوا البذار ولا الشتول؟ جبنا الشتول. شتول من هولندا. شتول من هولندا. تمام. والبزار كان في عندنا شويه بزار هون يعني جبته معي انا من الشام. ايوه. واخذت منه الشتول، جبناها من هولندا، وجبنا شوي من كينيا كمان. ايوه. يعني الشتول هاي محروفي، اصناف محروفي طبعا. تماما. ودخلناها على الاصناف اللي موجوده عندنا هون. هلا قبل ما نحكي بعمليات الخدمه ونحكي بالاصناف الموجوده، انا راح انتقل للبيت الثاني، لانه جد الترتيب اللي فيه كتير حلو كتير رائع. نعم. خلينا نشوف المكان الثاني ونكفي فيه. تفضل. تفضل. نعم.